بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بيكم يا شباب. نخلص بقى اخر موضوع في الكارديو اللي هو الانتي اريزميك دراجز. الانتي اريزميك دراجز عشان تفهمها كويس لازم يبقى عندك باك جراوند كويسه قوي في الفسيولوجي، لان الموضوع بتاع النهارده كله 99% منه متعلق بمعلوماتك السابقه في اولى وثانيه في الفسيولوجي. بس علشان عارفين انك بتنسى، انا في الفيديو ده هدي لك الاول كده انترودكشن بسيطه، يعني مش هدخل في تفاصيل ملهاش لازمه، انما هاخد من الالكتروفيسيولوجي المعلومات المهمه اللي تخليك تفهم الدواء شغال ازاي. برضو قبل ما ادخل في الموضوع، عايزك تكون في نهايه بقى واحنا بنخلص الشابتر الكارديو، عايزك تكون مقسم دماغك وانت بتتكلم على الكاردياك ديزيزز. يعني مثلا ما تجيش تخلط ما بين كلمه، النهارده مثلا هنتكلم على الاريزميا، ما تجيش تخلط ما بين كلمه اريزميا وهارت فيلير، لان كلمه هارت فيلير ده موضوع مختلف تماما، ده موضوع يتعلق بالبامبنج فانكشن، بالميكانيكا بتاعه القلب. يعني لما تقول مثلا الهارت كان نوت بامب سفيشنت بلاد، وانت عايز دواء يزود الكونتراكتيليتي ويزود ما اعرفش الكارديك اوتبوت، انت بتتكلم على ميكانيكا دلوقتي. اما لما بتيجي تتكلم على اريزميا وانتي اريزميك دراجز، انت بتتكلم على موضوع تاني خالص، بتتكلم على الكتريسيتي، بتتكلم على تنظيم ضربات القلب، والموضوع ده ملوش علاقه بالكونتراكتيليتي، ده له علاقه بالايه، بالكهرباء بتاعه القلب. ما يمنعش ان الامراض كلها تؤول الى بعضها، يعني يبقى العيان مثلا جاله هارت فيلير فيقلب بأريزميا، او يجي له أريزميا يبتدي بأريزميا فيقلب معاه بهارت فيلير. انما وانت في يعني من البدايه كده تبقى عارف ان ايه، ان في كاتيجوريز للكاردياك ديزيز. طيب كلمه أريزميا باختصار يعني ايه اللي احنا هنتكلم عنها النهارده؟ كلمه أريزميا يعني ديستربنس ان هارت ريزم. المفروض المنطقي او الطبيعي جدا انك لما تيجي تكشف على العيان وتحس البلس، فتحس البلس الكاردياك بيتنج، تحس ان مثلا اراوند 70 و75 يعني كده، ويبقى ريجولر، كل ضربه ما بينها الزمن التايمنج ما بين كل ضربه والتانية ثابت. ساعات تلاقي النبض سريع، يبقى ده اسمها تاكي كارديا، اهي تاكي دي نوع من الاريزميا اللي انت قلتها 100 مره قبل كده. ساعات تلاقي النبض بطيء فيبقى اسمه برادي، فبرضه ده نوع من الاريزميا. ساعات يبقى تاكي ومنظم، وساعات يبقى تاكي وملخبط. المهم يعني انك تبقى كلمه اريزميا معناها ديستربنس ان ذا نورمال ريزم. عايز بس ابتدي معاك كده اراجع معاك على بعض النقط علشان نشوف الادويه بتاعتنا هتشتغل ازاي. طيب هبتدي معاك بالكوندكتنج سيستم اللي انت عارفه، البسيط جدا اللي انت عارفه من سنه اولى. يعني لو ده الهارت بنرسمه كده، وانت عارف انه البيس ميكر هو الاس اي نود اللي هي في الرايت اتريوم. الاس اي نود دي هي نورمالي اللي بتبعت امبلس تقوم توصل للاي في نود، والاي في نود تبقى توصل لحاجه اسمها اي في باندل. وانا عارف ان كتير منكم بيخلطوا ما بين كلمه اي في نود واي في باندل، دول حاجتين يا شباب مش حاجه واحده. النود اللي هي دي، الباندل اللي هي الحته الصغيره اللي تحتها اللي وظيفتها تعمل زي كانها ريزيستور، كانها نقطه مقاومه تبطئ الايه السيجنال سنه يعني. وبعد البندل اللي بتتقسم بقى على الانترفنتريكولر سيبتوم الى برانش ناحيه الشمال يبقى اسمه ليفت بندل برانش، وبرانش ناحيه اليمين يبقى اسمه رايت بندل برانش. كل برانش من دول هيتفرع الى فروع بدوره اصغر فاصغر فاصغر اللي احنا بنسميها بيركنجي فايبر، اللي هتوصل الكهرباء لكل الهارت ان ذا سيم تايم. دلوقتي النظام اللي انا شرحته لك ده اسمه النظام القيادي او الهيراركي سيستم. هيراركي سيستم يعني نظام قياده، في ترتيب قيادات. نورمالي الاس اي نود هي البيس ميكر، اذا عطلت الاس اي نود ياخد محلها الاي في نود يتولى القياده، اذا الاي في نود عطلت يتولى القياده اي نقطه في البركنج في الكوندكتنج سيستم او البركنج فايبر، يبقى ده النظام القيادي. طيب كون الاس اي نود تبقى هي البيس ميكر، ليه هي البيس ميكر؟ ليه هي القائد؟ لان بيقولوا ان الاس اي نود دي اكتر منطقه في الهارت لها ما يطلق عليه اوتوماتيسيتي. اوتوماتيسيتي، واحفظ من هنا ورايح بقى، خد بالك من الترمات اللي هنقولها دي. كلمه اوتوماتيسيتي معناها ايه؟ معناها ذا ابيليتي اوف سيرتن بارت او سيرتن سيل تو سيلف بروباجيت ان امبلس. سيلف بروباجيت يعني اوتوماتيك، شغاله كده اوتوماتيك، يعني ما فيش سلك بيجي لها من بره يخليها تشتغل، لا ده الاس اي نود هي نفسها بيلت ان فيها خاصيه انها هي نفسها تو جنريت امبلس من نفسها كده من غير مؤثر خارجي. وليه؟ هنقول لك بعد شويه، هقول لك تفسير القصه دي.
طيب الاوتوماتيست بتاعت الاس اي نود هي اعلى اوتوماتيست في الهارت كله، وبالتالي هي النقطة القائدة، هي اللي بتعمل سيلف بروباجيشن لأي امبلس، وبالتالي القلب كله يتبعه. وحكاية ان الهارت كله يتبع الاس اي نود، كان اقول لك زمان ان الهارت بيشتغل از وانس ان سيتيوم، يعني وانس ان الامبلس طلعت من الاس اي نود على الكوندكتنج سيستم على البركنج فايبر بتوصل لجميع الميوكارديال سيلز ان ذا سيم تايم، فكلها يحصل لها استجابة في نفس الوقت، فيحصل كونتراكشن وريلاكسيشن في نفس التوقيت اللي احنا بنسميها ذا هارت اكت از وانس ان سيتيوم، كما لو كان خلية واحدة. طيب يا بطل، النظام اللي انا شرحته لك ده هو النظام السائد. بص بقى، الاس اي نود لها زي ما قلت لك ذا هايست اوتوماتيستي، يليها الاي في نود، يليها البركنج سيستم بالترتيب كده، غير مسموح على الاطلاق، وخد بالك من اللي بقوله ده، غير مسموح اطلاقا للكاردياك مايوسايت اللي هي خلايا القلب بقى الكونتراكتايل ان يبقى لها اوتوماتيستي. بمعنى اخر، غير مسموح لخلايا القلب الكونتراكتايل انها تو بروباجيت او سيلف بروباجيت ان امبلس، ده مش مسموح خالص. امال ايه اللي مسموح؟ ان خلايا القلب دي تستجيب للبيس ميكر، اما الاس اي نود او الاي في نود او نقطه معينه في البركنج فايبر لو ضلعت له. انما كون مايوكارديال سيل او كاردياك مايوسايت هي نفسها تعمل سيلف بروباجيشن اوف ان امبلس، لا يمكن ده يحصل. وهقول لك ليه برضه، ليه بعد شويه ان ده لا يمكن ان الكاردياك مايوسايت تكتسب كلمه اوتوماتيستي، وليه الاس اي نود فيها هذه ايه الخاصيه الفريده جدا. اتفقنا يا بطل؟ طيب، احيانا بقى نتيجه ظروف معينه، نتيجه ظروف مرضيه، يعني ان الناس تلاقي العيان بتاعك بيدخن كتير او بيسهر كتير او بياخد ادويه او واتيفر او بيشرب قهوه كتير، تلاقي الهيراركي سيستم اللي انا شرحته لك ده يحصل فيه اضطراب. يعني هو نورمالي ان البركنج فايبر تستنى دورها، يعني ده الاول، وبعدين اذا عطلت يبقى ده، وبعدين اذا عطلت يبقى حاجه تانية. انما احيانا بقى تلاقي مثلا نتيجه الظروف اللي قلتها لك انه نقطه هنا في البركنج فايبر، النقطه الحمراء دي او النقطه دي، تكتسب ما يطلق عليه ابنورمال اوتوماتيستي. يعني ايه ابنورمال اوتوماتيستي؟ تبتدي هي نفسها تو سيلف بروباجيت ان امبلس. فين؟ في ظل وجود الاس اي نود. يعني كان الطبيعي ان دي عمرها ما تشتغل الا اذا الاس اي نود عطلت والاي في نود عطلت، يوم ايه نقطه من دول يشتغلوا. انما كون منطقه كده تشتغل في وجود الاس اي نود، كان القلب جاي له الكهرباء من مكانين، كان الاكسايتيشن بيجي مره من الاس اي نود ومره بيجي من النقطه الغريبه اللي احنا بقى هنسميها اكتوبيك فوكس بقى دلوقتي. واذا بقوا كتير يبقى اسمها اكتوبيك فوساي، اذا بقوا في الفنتريكل يبقى ده فنتريكولر، اذا فوق يبقى ده اتريال. انما اللي انا بقوله لك ده نورمال، المفروض ما يحصلش. المفروض طول ما الاس اي نود شغاله الكل يسمع كلامها، مفيش نقطه كده تطلع ايه تعمل الحركه اللي انا قلت لك عليها اللي هي الاكتوبيك فوساي دي وتبتدي تعمل سيلف بروباج، لا ده غير مسموح بيه. انما بيحصل امتى؟ زي ما قلت لك يحصل نتيجه الظروف المرضيه اللي قلتك عليها. اذا حصل بقى الكلام ده يبتدي القلب يلخبط، يبتدي بقى ضربتين يلزقوا في بعض، يبتدي تلاقي ضربه بتسقط، تيجي تعد النبض ما تلاقوهوش مظبوط. ليه مش مظبوط؟ لان ما هو الامبلس ده هو الكاردياك مايوسايت بيجي لها مره من هنا ومره من هنا، فتلاقي يحصل بقى بيجيمني وكلام زي كده. طيب اللي انا قلته لك ده لو حصل لخبطه من هذا الايه من السكه دي، يبقى احنا نقدر نعمل نقسم بقى كده الاسباب الى اسباب لها علاقه بالامبلس جينيريشن. يعني الامبلس طلع خطا، اما انها تطلع خطا من الاس اي نود، يعني الاس اي نود نفسها ما فيش بدون اكتوبيك فوساي ولا حاجه، الاس اي نود نفسها فيها عطل معين، العطل ده مخليها اما تشتغل بسرعه او ببطء، يبقى دي اسمها نودال ابنورماليتي. نودال يعني المشكله جايه من هنا، فدي لا ده ماشي. انما قد يكون المشكله البروباجيشن اوف امبلس جاي من زي ما قلت لك من ايه، من اماكن اخرى غير طبيعيه اللي هي الاكتوبيك فوساي دي. كويس، ده كله يندرج تحت كلمه ابنورماليتي ان امبلس ايه فورميشن. طيب في ابنورماليتي تانية ممكن اللخبطه تيجي بشكل تاني خالص بقى، بميكانيزم تاني غير اللي احنا قلناه. ممكن اللخبطه تيجي نتيجه ابنورماليتي المره دي بقى في الامبلس ايه كوندكشن، التوصيل الكهربي. يعني انا ما عنديش خلاص، همسح النقط دي اهو، نرجع بقى لقصه تانية. ممكن الاس اي نود تبعت للاي في نود، بس تيجي الاي في نود تبعت للفنتريكل يكون في هنا عطل. طالما في هنا عطل التوصيل مش واصل للفنتريكل نسميها هارت بلوك، والهارت بلوك ده درجات.
إما إن الإمبلس بطيئة أكتر من اللازم، بتوصل بس بتوصل ببطء قوي، فالقلب بطيء، فدي نسميها فيرست ديجري هارت بلوك. وإما إن الإمبلس مرة توصل ومرة لأ، يعني بتقطع زي اللي بقطع كده، توصل مرة واتنين لأ، توصل مرة وتلاتة لأ، يقوم يسموها سكند ديجري هارت بلوك. يا إما يبقى الإمبلس يعني الكوندكشن مقطوع تماما، مفيش أي إمبلس من هنا بتوصل للفنتركل، يبقى دي اسمها ثيرد ديجري هارت بلوك. فانت هتسالني دلوقتي تقول لي الله امال الهارت يشتغل ازاي لو الكوندكشن مقطوع تماما؟ هقول لك في الحاله دي اللي هيتولى المسؤوليه زي ما قلت لك اي نقطه في البركنج سيستم هنا هتشتغل هي بديل للبيس ميكر، هيبقى عند الاتريوم شغال فوق لوحده والفنتريكل شغال تحت لوحده بحاجه اسمها ايديو فنتريكولار ايه ريز. اتفقنا يا بطل؟ طيب ادي نوع من الايه من الابنورمالتي ان امبلس كوندكشن اللي هو كلمه هارت بلوك بانواعه. ممكن يبقى الكوندكشن فيه ابنورماليتي بطريقه تانية بقى خالص غير الطريقه دي. ممكن الامبلس تيجي للاي في نود، ركز بقى كده نرسمها بالازرق حتى عشان تبان. ممكن الامبلس جايه هي للاي في نود وتقوم بدل ما تنزل لتحت كده تقوم راجعه تاني في مسار عكسي، ترجع في مسار عكسي وبعدين تقوم لفه تاني داخله على الاي في نود، عامله بروباجيشن للامبلس وطالعه من نفس المنطقه، تفضل للامبلس الواحده تلف في دائره مغلقه بهذا الشكل. اذا الامبلس بدات تلف في دائره مغلقه بالشكل ده نسميها ري انترانت اريزميا او ري انتري، ري وشرطه انتري. اظن الكلمه واضحه يعني ري انتري يعني الامبلس بتيجي وتفضل تلف في نفس مكانها اند اكسايد ذا اي في نود مور ذان وانس، هي الامبلس الواحده. هو ده بقى يا بطل كلمه ري انتري دي دايما تحصل على مستوى الاي في نود، يعني كتير قوي تحصل الحكايه دي ان الامبلس تيجي تقوم بدل ما تنزل في الاي في باندل تقوم راجعه تاني، ها، وتقوم عامل داخله على الاي في نود من طريق عكسي وتفضل تلف كده. هو ده اشهر سبب لما يطلق عليه كلمه اتريال فايبريليشن او اي فيب. اتريال فايبريليشن قالوا لك زمان ان الاتريوم بيضرب بسرعه مثلا 300 او 400 او 500 دقه في الدقيقه، فانت ما فكرتش ايامها ازاي الاتريوم يضرب بسرعه 500 دقه في الدقيقه ولا 400 اذا كان الاس اي نود اقصى ريت لها 100 ولا 120. هقول لك ما هي الفكره مش جايه من ان هنا بيس ميكر بيضرب 500، لا ما عنديش ابدا بيس ميكر في الدنيا يضرب بسرعه 500 دقه في الدقيقه، ده القصه كلها ان هي امبلس واحده طالعه من الاس اي نود او قد تكون طالعه من اكتوبك فوكس مش قضيه، المشكله انها بتيجي ناحيه الاي في نود واكسايد ذا فنتريكل وتقوم راجعه تاني، هي نفس الامبر، تفضل تلف في دائره مغلقه كده ب 500 مره في الدقيقه او 400 او على حسب بقى، وتعمل لنا كلمه اتريال فايبريليشن. يبقى ده تاني نوع من الاريزميا اذا كان سببها ابنورماليتي فين؟ في الكوندكشن. يبقى اول حاجه الهارت بلوك بانواعه، تاني حاجه القصه اللي حكيتها لك اللي هي الريانترنت اريزميا دي، ثالث بقى نموذج للابنورماليتي ان امبلس كوندكشن، النموذج اللي انا قلت لك عليه مره شرحته لك زمان وانا بشرح الكالسيوم شانل بلوكر. قلت لك ان بعض الناس عندهم المرض اللي اسمه وولف باركنسون وايت سندروم، وانت دلوقتي هتفتكره حالا اهو. وولف باركنسون وايت سندروم يا بطل لما قلت لك ان بعض الناس بيبقى عندهم اكسسوري كوندكتنج سيستم يا اما هنا يا اما هنا، فالامبلس بتيجي مره كده على الاي في نود وتنزل ومره بتيجي على الايه على الابنورمال باث واي، يا اما يبقى الناحيه دي او الناحيه دي، كويس. وده اسم سميناه وولف باركنسون وايت سندروم، وقلت لك يومها ان ده علاجه انك تدخل بايه بقسطره ليزر تكوي الايه تكوي الكوندكت اللي هو اللي بيسموها باندل اوف كنت اللي هي الابنورمال دي، وتخلي لي بس الايه الكوندكتنج سيستم هو النوع الطبيعي ده. يبقى ده ثالث نوع من الايه ابنورماليتي ان امبلس كوندكشن، ان هو في اكسسوري باث واي زي ما انت شايف كده، وان فنتريكل ممكن يكون جاي له زي ما شايف زي مثلا الكنت البندل اوف كنت الناحيه دي، يبقى الرايت فنتريكل بيجي له الكهرباء من مكانين، مره من الناحيه دي ومره من الناحيه دي، فده برده هيعمل لخبطه، كويس. بس برده اللخبطه دي هتندرج تحت كلمه ابنورماليتي ان امبلس ايه كوندكشن، كويس كده يا بطل. كاني في الاخر عايز الخص لك اقول لك اسباب الاريزميا، قد يكون اسباب الاريزميا ان الامبلس طالعه خطا يا اما من الاس اي نود يا اما من ايه من اكتوبك فوساي، يا اما الامبلس توصيلها فيه مشكله. طيب بناء على كده بقى كان يجب الادويه اللي احنا هنشرحها لك تتقسم بالطريقه دي، كان يجب نقسمها بان احنا عندنا ادويه تعالج الاريزميا لو كان سببها ابنورماليتي ان امبلس فورميشن او جينيريشن، ويبقى عندي نمرة اتنين، كان انا بقول لك كان يجب يبقى عندي ادوية تعالج الاريزميا لو كان سببها ابنورماليتي ان امبلس ايه كوندكشن، كويس. انما للاسف ما عندناش تقسيمة بالشكل ده، ما عندناش تقسيمة للانتي اريزميك دراجز بالطريقة اللي قلتها لك. ليه بقى؟
لأن اتضح إن معظم أنواع الأريزميا بتبقى خليط ما بين السببين. يعني المريض بيبقى عنده abnormality in impulse formation، يعني عنده ectopic focus مثلا في الأتريوم، وممكن more than ectopic focus، وبالمرة كمان عنده re-entry، يعني عنده المشكلتين، أو عنده ectopic focus في الventricle ومعاها heart block. فيبقى احنا ما تقدرش تقسم الايه الادويه بالشكل ده. تاني حاجه لازم تاخد بالك منها، بناء على الكلام اللي انا بقوله كده، ان معظم انواع الاريزميا بتبقى ايه فيها الحاجتين مع بعض، يبقى لازم كل الانتي اريزميك دراجز تشتغل بمور ذان وان ميكانيزم. مره تشتغل لي على كما يعني تحل لي المشكله كما لو كانت المشكله امبلس فورميشن تتعامل معاها، ونفس الدواء برضو يكون له في نفس الوقت يكون له افكت على الكوندكشن، يصلح لي الابنورماليتي اللي في الكوندكشن اللي حاصله، اما انه يزوده او يقلله او على حسب بقى المشكله اللي احنا هنواجهها. يبقى اذا خرجت من المقدمه دي بالمعلومتين دول، ان معظم انواع الاريزميا بيبقى فيها ابنورماليتي ان امبلس فورميشن وكوندكشن ان ذا سيم تايم. نمره 2، معظم الانتي اريزميك دراجز هتشتغل بمور ذان وان ميكانيزم. اتفقنا كده يا بطل؟ ندخل بقى على ايه، على الجزئيه اللي بعدها. انا بقى دلوقتي عايز ادخل معاك لايه، الى ليفل يعني ايه، ندخل على السيلولار ليفل، ندخل على تفاصيل اكتر جوه الموضوع. لو ده هنرسم الهارت تاني اهو تاني مره، انا بقى دلوقتي عايز احلل معاك الايه الاحداث المنطقيه اللي هتحصل لما الاس اي نوت تبعت امبلس للاي في نوت، والاي في نوت تبتدي تبعت الامبلس للايه للبيكنج فايبر ولكل المايوكارديوم. عايز اخد نموذج هنا كده، يعني هنعمل مربع كده، هذا المربع بيمثل وان كاردياك سيل، كاردياك مايوسايت، خليه من خلايا الفنتريكل. وانا قلت لك اللي هيتقال على خليه واحده يتقال على كل الفنتريكل، لان الفنتريكل كله بيتعامل مع الكهرباء اللي جايه له از وان ايه وان سينسيتيوم. طيب يبقى دي كده بتمثل وان فنتريكولار سيل او وان مايوسايت. لما الامبلس بتيجي من الاس اي نود يا بطل للاي في نود، وبعدين البندل، وبعدين تنزل في دول وعلى البيركنج فايبر، جميع الخلايا بتاعه القلب بوصل لها الكهرباء في نفس التوقيت. يقوم لو انت بفرض انك بتسجل الكهرباء، يعني لو انت عندك جهاز تسجيل اللي احنا بنسميه جالفانوميتر، الجهاز بتاع زمان بتاع ثانوي لما كانوا يقولوا لنا ايه، لو انت عايز تسجل الايه الالكتر اللي هو البوتنشال او فرق الجهد ما بين نقطتين، حط لي الكترود بره والكترود جوه. لو بفرض يعني ان انا عندي جهاز هيقيس فرق الجهد اللي هيحصل او التغيرات الكهربيه اللي هتحصل، هتبان كالاتي. اول ما السيجنال تيجي للمايوكارديال سيل، يقوم لو انت بتسجل، لو انت في يعني ايه بيزل كده، لو انت ماشي قاعد الخط اهو، يعني الجالفانوميتر بيسجل لي كده حاجه ايه بوتنشال كده هنسميه ريستنج ممبرين بوتنشال قبل ما يحصل اي حاجه، واحنا في الريستنج ستيت لسه ما فيش امبلس جات ولا حاجه. طيب الريستنج ممبرين بوتنشال ده بيبقى حوالي 90 ملي فولت، يعني انت لو بتسجل الكهرباء كده هتلاقي الجهاز قايس لك ان في فرق جهد بين بره وجوه مقداره 90. طب يا سيدي ليه، جت منين الفرق الجهد ده واحنا لسه ما عملناش حاجه، لا في امبلس جت ولا اي حاجه؟ قالوا لا، ما هو استنى، انت كان عندك ايونات بره هنا اللي هي الصوديوم، ايون الصوديوم وايون الكالسيوم، دول ايونات موجب، دول اكسترا سيلولر. وفي ايون جوه الخليه اللي هو الايون الموجب اللي هو البوتاسيوم اللي هو مينلي انترا سيلولر. بس لما تيجي تعمل مجموع جبري تلاقي مجموع الايونات اللي بره الموجبه اكتر من اللي جوه، يعني اللي جوه بوتاسيوم بس، اللي بره الخلايا صوديوم وكالسيوم. ده الكالسيوم بره، انا مره قلت لك ان الكالسيوم تركيزه بره خلايا جسمك في الاكسترا سيلولر سبيس 10000 ضعف. اذا لما تعمل بقى مجموع كده وتعمل معادلات يطلع مجموع الشحنات الموجب بره اكتر من جوه. طب ده عامل فرق جهد قد ايه؟ مقداره 90 ملي فولت، حكايه ان الشحنات الموجب اكتر من الايه اللي بره اكتر من اللي جوه. بس دايما يقولوا ناقص، يحطوا قبلها علامه ناقص كده، ناقص 90 ملي فولت. ليه هو ناقص دي؟ هو عايز يقول لك ان مجموع الشحنات الموجبه اللي بره هي اللي اكتر، كان ناقص دي معناها متجهات، يعني هو عايز يشاور لك يقول لك ان النيجاتيفيتي جوه اكتر، يعني عدد الشحنات الموجب جوه الخلايا اقل من بره، وطالما عدد الشحنات الموجب جوه اقل من بره يبقى ده هنحط علامه ناقص كده، ناقص 90، يعني فرق الجهد 90 ملي فولت والبوزيتيفيتي بره وليست جوه نتيجه وجود الايونين دول. كده مبدئيا قبل ما نتكلم، يعني قبل ما ندخل في اي قصه. طيب اول ما الاس اي نوت تبتدي تبعت امبلس لكل المايوكارديوم،
يقوم ايون الصوديوم اللي كان بره ده يبتدي يتفتح البوابات فيدخل جوه الكاردياك مايوسايت. اول ما الصوديوم يدخل جوه تقوم الشحنات الموجب اللي جوه تزيد. كده بقى دلوقتي الشحنات بدات تزيد الموجب اللي جوه. الله، ده انا قلت لك ان اصلا في الريستنج ستيت الشحنات الموجب يجب تبقى بره مش جوه. كده دلوقتي انت بتعكس القطبيه تقريبا، لانك انت بتخلي البوزيتيفيتي بقت جوه، الصوديوم كله يتحوش جوه. طالما بتعكس البوزيتيفيتي يبان ازاي بقى في التسجيل؟ لو انت بتسجل باوسيلوسكوب يبان كده كانه ايه، الكيرف طلع لفوق. طب والكيرف طلع لفوق كده ليه؟ قالوا ما هو انت الوقت الصوديوم اللي داخل ده بيرفع الجهد الكهربي، بيرفع الشحنات الموجب جوه الخليه. طب لحد قد ايه؟ قالوا لحد ايه، ليفل معين يبتدي البوابات تتقفل. طيب عند الليفل ده بقى، عند عند المرحله دي، كون الصوديوم كله دخل مره واحده دي اسمها فيز زيرو، كويس؟ طيب وكون القطبيه اتعكست يبقى نسميها ديبولاريزيشن. ما هو كلمه بول يعني قطب كهربي، بولاريزيشن يعني قطبيه، ديبولاريزيشن يعني انعكاس القطبيه، الصوديوم عكس الايه، الايه يعني. طيب عند المرحله دي يبتدي يحصل كل الميوكارديا يبتدي يحصل له كونتراكشن. لسه هنا كده اول ما الصوديوم يتحوش جوه الخلايا على طول فورا كل الميوكارديا اللي يحصل لها كونتراكشن. طب ليه؟ هرجع بيك زمان للمعلومه بتاعه زمان لما قلت لك الصوديوم لما بيدخل اي سل بيحرك الكالسيوم من الساركوبلازميك ريتيكولوم. فاكر المعلومه دي اللي قلناها مع الديجيتاليز؟ يبقى الصوديوم دخوله ده هيحرك الكالسيوم ويعمل لنا كونتراكشن. خلاص، طب جميل كده حصل مايوكارديال كونتراكشن والدم طلع من الايه، من الفنتريكل. طب وبعدين عايزين بقى نعمل ريلاكسيشن. طب عايزين نعمل ريلاكسيشن، عمرنا ما هنعرف نعمل ريلاكسيشن طول ما الصوديوم ده متحوش جوه، لازم نطرد الصوديوم. قالوا مش هنعرف نطرد الصوديوم. ليه يا سيدي؟ قالوا لان البوابات اللي اتفتحت دي لها اتجاه واحد، بتدخل الصوديوم من بره لجوه، انما عشان نطلع الصوديوم ده احنا محتاجين نفتح بوابات تانيه من نوع تاني، وده هياخد وقت. طب ما هو الوقت ده، ده كده البني ادم المفروض يموت بقى، يعني يحصل له كونتراكشن والصوديوم يفضل متحوش وايه، ومنتين ديبولاريزيشن. قالوا لا، مش ده اللي هيحصل. خلايا القلب هتلجا لحيله اخرى، هتلاقي البوتاسيوم مينلي انترا سيلولر، والبوتاسيوم شبه الصوديوم، شبهه من حيث ايه؟ من حيث ان الاثنين موجب، ومن حيث ان الاثنين مونوفالنت. مونوفالنت يعني تكافؤهم احادي، حتى كانوا دايما يطلعوا يتحركوا قصاد بعض. فالخلايا بدأ مش قادرة تطلع الصوديوم ده، تقوم تبتدي تطلع بداله ايه؟ بوتاسيوم. هي الفكرة ان الخلايا مش قضيتها صوديوم ولا بوتاسيوم، هي الخلايا بتتعامل، انا قلت لك انا بتعامل مع كهرباء دلوقتي، مع شحنات كهربية. فانا عندي كمية بوزيتيف تشارجز، كمية كبيرة جدا اتحوشت، عايز اخلص منها. فهخلص منها بقى مش في الصوديوم، في صورة البوتاسيوم. يوم اول ما البوابات بتاعه البوتاسيوم تتفتح والبوتاسيوم يخرج، نبتدي نرجع ايه، نحاول نصلح اللي حصل. فالكيرف يبتدي ايه، يرجع لطبيعته كده. ورجوع الكيرف كده يبقى اسمه ريبولاريزيشن، كاننا بنحاول نعيد التوزيع الايوني الى ما كان عليه. اول ما البوتاسيوم يبتدي يخرج كده شويه، دي نسميها فيز 1. نسميها فيز 1 ايه بقى؟ فيز 1 ايه؟ ريبولاريزيشن. دي اول مرحله من مراحل الريبولاريزيشن. بس عند المرحله دي والبوتاسيوم خارج على بره كده، يقوم ايون الكالسيوم الرخم اللي بره ده اللي كان نورمالي بره، يلاقي الدنيا ايه، ها سايبه صوديوم جوه وبوتاسيوم، معرفش يقول لك اشمعنى انا. يقوم يبتدي الكالسيوم اللي هنرسمه بالاحمر ده يبتدي عند المرحله دي هو كمان يدخل جوه الكاردياك مايوسايت. طب ودخول الكالسيوم جوه الكاردياك مايوسايت هيعطلني ليه؟ لان انا كنت عايز اخلص من الشحنات الموجب، كنت بخلص من البوتاسيوم على اساس انه موجب، الاقي الكالسيوم يدخل يحل محله، يعني انا بخلص من ايون احادي التكافؤ اللي هو البوتاسيوم، يدخل لي كالسيوم ثنائي التكافؤ اقوى منه، يبقى انا كده كل اللي بعمل ايه، بخسر وقت. يبقى خسرت الوقت دي، يبقى كده ايه، لا بنعلى ولا بنوطى، ايون بوتاسيوم بخرج يدخل مكانه ايون كالسيوم. يبقى احنا خسرت الوقت دي كده، ها هنسميها بلاتو. بلاتو اللي هي المرحله دي اللي هي فيز 2، اللي هي المسؤول عنها لو انت بترسم اسهم كده دخول الكالسيوم. كويس كده يا بطل؟ عند المرحله دي الكاردياك مايوسايت هتحس ان الوقت بيمر وكده، هذا الكائن ممكن يموت. ليه؟ لان انا عندي شحنات موجب متحوشه ومش عارفين نخلص منها، الصوديوم والكالسيوم متحوشين، وجينا نطلع بوتاسيوم قام الكالسيوم معطلنا بالشكل ده. الكاردياك مايوسايت هتقوم جايه في المرحله بقى دي تتجنن، تقوم فتح كل بوابات البوتاسيوم بانواعها، جميع الانواع. على فكره بوابات البوتاسيوم اللي اسمها بوتاسيوم تشانل مش نوع واحد، ده انت عندك اكتر من نوع، عندك مثلا يعني واحد واثنين وثلاثه وانواع اخرى.
تقوم كل الانواع دي مفتوحه ان ذا سيم تايم علشان البوتاسيوم يخرج بسرعه جدا، والا الوقت هيمر والقلب يبقى كده في حاله كونتراكشن ومش عارف يعمل ريلاكسيشن. فلازم نحل المشكل ده. فلما البوابات البوتاسيوم تتفتح والبوتاسيوم يخرج يعني بعنف، تقوم الكيرف نازل مره واحده، يبقى انت كده رجعت للبيز لاين. دي بقى هنسميها فيز 3، المسؤول عنها خروج البوتاسيوم بسرعه جدا، علشان لو ما كناش نخلص من الشحنات الموجب في الوقت المناسب القلب ده زي ما قلت لك كده ومش هيقوم تاني. كده احنا رجعنا للبيز لاين، اتفقنا؟ بس كده انت عندك فيه يعني لسه مازال فيه سامثنج مش مريحك، ان ايوه احنا رجعنا بايه بالبوتنشال للريستنج ستيت، بس انا دلوقتي عندي حاجتين معكوسين، عندي الصوديوم مازال محبوس جوه وانا خرجت قصاده بوتاسيوم. ايوه رجعنا للتوازن الايوني تاني، يعني اذا كان عندي 100 ايون صوديوم دخلوا في الاول ومعاهم 100 ايون كالسيوم، ادي كده 200، اديني طلعت قصادهم 200 ايون بوتاسيوم، فخلاص متعادلين. انما ده مش الوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي ان الصوديوم يخرج والبوتاسيوم يحل محله. فنيجي بقى عند الفيز دي اللي هي الريستنج دي، نقوم نعمل حاجه دي هنسميها فيز 4، وهنعمل بقى حاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم ايه بامب. يجي انزيم اسمه صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز يعيد التوزيع لطبيعته، يقول له يا سيدي يا عم الصوديوم انت كفايه عليك اللي حصل، كفايه مشاكل وكفايه كلام لحد كده، اخرج من فضلك روح شوف شغلك بره، وانت يا بوتاسيوم اللي خرجت تعالى ارجع مكانك تاني، ويا دار ما دخلك شر. ودي هنسميها بقى الريستنج ستيت، يبقى كده الخلايا رجعت لطبيعتها في انتظار اشاره اخرى من الاس اي نود عشان تعمل انذر ايه انذر اكشن. على فكره الرسمه اللي احنا بنسميها اللي احنا عملناها دي اللي هي الاستجابه الكهربيه بتاعه الميوكارديوم، ده اسمه الحكايه دي اسمها اكشن بوتنشال. كلمه اكشن بوتنشال يعني حتى في التمثيل في السينما لما يجي الولد اللي شايل بتاع كده يقول اكشن اكشن، يعني ابتدوا شغل. كان الاس اي نود لما بتبعت اشاره والكاردياك مايوسايت كلها تستجيب ان ذا سيم تايم، يعني كانها بتقول لهم اكشن، يعني اشتغلوا كلكم ابتدوا اشتغلوا، يعني ابتدوا اعملوا دي بولاريزيشن وكله ان ذا سيم تايم يعمل الايه الرسمه دي، اتفقنا؟ طيب هنا المرحله دي بقى هي دي مرحله الدايستول يا بطل، اللي هي دي اللي هي الريستنج ستيت، هي دي المرحله اللي الميوكارديا فيها بيبقى ريلاكسد في انتظار اشاره اخرى من الاس اي نود وهكذا، اتفقنا؟ الكلام ده لو انت بتتكلم على ايه تاني، باكد على بقول لك ان الكلام ده بيحصل لو انا بقيس البوتنشال فين في الكاردياك مايوسايت. انما ارجوك فيز 4 ده مهمه بالنسبه لنا جدا، لان بتيجي سيرتها كتير قوي في الادويه، كل شويه هتقرا كلمه فيز 4 دي بولاريزيشن، كانهم مهتمين جدا بالفيز دي. بص بقى يا بطل، اذا انت بتتكلم على الكاردياك مايوسايت اللي هي الكونتراكتايل تيشو، الرسمة تبقى كده فيز 4 دي تبقى كده هوريزنتال لاين، خلاص مفيش اي تغير فيها، الخلايا مستريحة جدا في انتظار اشارة اخرى من الاس اي نود. اما لو كنت بتقيس الجهد الكهربي في الاس اي نود، يعني لو كان الرسمة دي بنقيسها او الجالفانوميتر ده او التسجيل ده بنسجله في الاس اي نود، هنلاقي الرسمة مختلفة، مش هتعمل فيزز كده، مش هتبقى بالشكل ده. لو انت بتسجل الاكشن بوتنشال او الالكتريكال اكتيفيتي في الاس اي نود، هتلاقي الرسمه عامله كده يا بطل. في الاس انا بكلمك على الاس اي نود، هتلاقي الاس اي نود عامله كده كده، وتيجي بقى فيز ايه فيز 0 وفيز 1 و2 و3 مش باينين قوي، ده هم كانهم خط كده. انما بقى ركز على فيز 4 دي، دي اللي انا عايزك تاخد بالك منها. فيز 4 مش هتبقى كده، الاس اي نود ما بتعملش كده، فيز 4 عمرها ما تبقى كده في الاس اي نود، انما فيز 4 تبقى عامله كده. بص تبقى ايه البوتنشال يبقى طالع كانه اب ستروك كده، كانه طالع عامل سلوب يعني ايه خط مائل لفوق، وبعدين تقوم عامل انذر اكشن بوتنشال. انا بكلمك على الاس اي نود وتقوم نازله تاني، ها وده فيز 4 دي كده فيز 4 ودي اهي فيز 4 عامله كده، ما هياش ستريت لاين بالشكل ده. طيب وايه اللي مخلي فيز 4 في الاس اي نود خط طالع لفوق كده؟ قالوا الاس اي نود لما بتبعت اشاره ما بترتاحش ما بين الاشارتين، يعني الكاردياك مايوسايت بترتاح ما بين كل ضربه والثانيه، الكاردياك مايوسايت بترتاح اللي هي الايه اللي هي فيز 4 دي في راحه، انما لا في الاس اي نود ما فيش راحه، ده اثناء فيز 4 الصوديوم بيبتدي يتسرب بالراحه كده ويدخل جوه الخلايا اثناء راحتها، اثناء فتره الراحه بتاعتها،
وهو الصوديوم اللي بيرفع البوتنشال بالشكل ده. عارف لو الصوديوم كان ما بيدخلش ما بتسربش بالطريقه دي كان زمان الخط عامل كده، انما ده دخول الصوديوم بيرفع البوتنشال او بيرفع الشحنات الموجب جوه الاس انود لحد ما توصل لكريتيكال ليفل. عند الكريتيكال ليفل ده تقوم الاس انود تتجنن وتقوم عامله اشاره، مديها اشاره مديها امبلس. وهو ده اللي خلانا اقول لك ان الاس انود هو التيشو اللي يتميز بكلمه اوتوماتيستي. كلمه اوتوماتيستي جايه من هنا، جايه من ان في اثناء فيز 4 الصوديوم عمال يتسرب لحد ما يرفع البوتنشال لحد كريتيكال ليفل. عند الكريتيكال ليفل ده تقوم الاس انود تتجنن في مخها وتقوم مطلعه اشاره. انما ده ما بيحصلش بالكاردياك مايوسايت، الكاردياك مايوسايت ما حصلش الكلام ده، ولذلك الكاردياك مايوسايت في فيز 4 مستنيه، مستنيه لما الاشاره لما الفرج يجي لها من الاس انود. اتفقنا؟ يبقى اما تتكلم على فيز 4 وتتكلم عليها باهميه وتلاقي فيه الدواء كده عمال يقول لك فيز 4 ومش عارف ايه، هو قصده ان الدواء ده بيشتغل على فيز 4 فين؟ اللي في الاس اي نود. ليه بقى؟ لان دلوقتي ركز معانا كده، اولا كل الميل ده زاويه الميل دي اسمها زي ما قلت لك اسمها سلوب، وكل ما زاويه الميل تبقى لفوق، يعني يبقى مثلا لو زاويه الميل طلعت لفوق كده ده معناها ان الصوديوم بيدخل بسرعه وبكثره اثناء فيز 4، وتبقى الاس انود هتبقى هيحصل لها فايرنج بدري فتحصل تاكي كارديا. وكل ما السلوب يقل، يعني كل ما اللي هي كل ما دي ما الخط زاويه الميل بتاعته تبقى مش قوي مش عاليه قوي كده، معناها ان الصوديوم بيدخل الاس انود ببطء وبياخد وقته، معناها ان الاس انود هيحصل لها فايرنج بعد وقت متاخر، يعني يحصل برادي كارديا، يعني بدل ما تبقى متلهوجه لا تاخد وقتها ما يحصلش تاكي كارديا. يبقى كلمه سلوب المقصود بيها دخول الصوديوم في الاس اي نود اثناء فيز 4، بيعمل الايه الخط المائل ده اللي انا قلت لك عليه، وكل ما الصوديوم يزيد يبقى الميلان يزيد، وطالما خط الميل او زاويه الميل زادت معناها ان بيحصل فايرنج بدري قبل اوانه، ومعناها تاكي كارديا ومعناها لهوجه. يعني انا ممكن بقى دلوقتي بالشرح ده اقول لك يبقى احدى الميكانيزمات اللي هتشتغل بيها الانتي اريزميك دراجز انها تقلل، ركز بقى، تقلل السلوب اوف فيز فور ديبولاريزيشن. يعني ايه تقلل السلوب؟ يعني بدل ما الصوديوم بيدخل في فيز 4 في الاس اي نود ويوصلها لكريتيكال ليفل بدري كده، لا ناخر دخول الصوديوم يقوم توصل برضو الاس انود. لك ما هي كده ولا كده، لازم الاس انود اوتوماتيك لازم تشتغل اوتوماتيك ولازم يحصل لها سبونتينيوس ديبولاريزيشن، بس بدل ما تبقى بدري تبقى متاخر شويه، يقوم القلب يهدى، يقوم يبقى في عندي برادي كارديا، مابقاش اللهوجه دي موجوده. يبقى ارجوك وانت بتحل ام سي كيو هتلاقي يقول لك ايه all of the following are mechanisms of a anti arrhythmic drugs except، وتلاقيه ملخبطك في كلمه السلوب. امتى تعمل اريزميا ولهوجه؟ لو زودت السلوب، زودت السلوب يعني زاويه الميل زادت يقوم يحصل فايرنج بدري. امتى تهدي القلب؟ لما تقلل السلوب يعني زاويه الميل تقل. كلمه زاويه الميل يعني الصوديوم بيدخل الاس انود في فيز 4 بهدوء وبالراحه وبيدلنا وقتنا يقوم ما يحصلش لهوجه. بالمناسبه بقى دخول الصوديوم في الاس انود اثناء فيز 4 ده له اكتر من اسم ومروا عليك في اولى وثانيه وثالثه وانت ما خدتش بالك. اولا دخول الصوديوم في الاس انود ده في اثناء فيز 4 دي ممكن يتقال عليه اكسايتابيليتي. يعني لو جيت بقى ترجع بذاكرتك كده وات از اكسايتابيليتي، اقول لك اكسايتابيليتي معناها انه في تيشو معين بيحصل له فايرنج باستثاره، يعني تلمسه يقوم عامل. طيب ايه اللي هيخلي ان في تيشو معين لما تلمسه كده يحصل له فايرنج؟ هو دخول الصوديوم ده، لان الصوديوم اللي هيوصلني لكريتيكال ليفل، وهو الكريتيكال ليفل ده اللي هيحصل عنده انذر اكشن بوتنشال. ادي كلمه هي نفس الكلمه دي بتاعت اكسايتابيليتي دي اللي انت قلتها برضو مره تانية في كلمه ايه، اما قلت ايه ممبرين ستابلايزنج اكشن. في ادويه مرت عليك من عيله البيتا بلوكر، كان بعض البيتا بلوكر اسمهم يقول لك ايه البيتا بلوكر ده زي البروبرانولول لو ممبرين ستابلايزنج اكشن. يقول لك يعني ايه ممبرين ستابلايزنج؟ زمان قال لك يعني بيقلل اكسايتابيليتي. تقول له يعني ايه بيقلل اكسايتابيليتي؟ يقول لك يعني بيقلل دخول الصوديوم. يا سيدي انا بقولها لك اهو، بيقلل دخول الصوديوم فين؟ في فيز 4. فين؟ في الاس اي نود. يبقى ده المقصود بكلمه اكسايتابيليتي وممبرين ستابلايزنج اكشن. ساعات لها اسم تاني وتالت ورابع، بس اديني بقول لك ايه كل ده بمعنى واحد، انك تقول ان في دواء بيقلل الاكسايتابيليتي تساوي انه له ممبرين ستابلايزنج اكشن، يعني بيخلي الدنيا تهدى، بيساوي انك بتقلل السلوب اوف فيز 4 ديبولاريزيشن. وهذه المصطلحات جميعا
المقصود بها ان انت بتتكلم عن اس اي نود، او مش شرط اس اي نود، اس اي نود او اي في نود او بيركنجي فايبر، اللي هو الايه التيشوز المسموح لها بانها تعمل سيلف بروباجيشن اوف ان امبلس، المسموح لها بكلمه اوتوماتيستي. اما كلمه فيز 4 دي بولاريزيشن بالنسبه للكاردياك مايوسايت ملهاش قيمه عندنا، يعني ما بنتكلمش عنها، يعني ما تهمنيش قوي. انا لما بقول فيز 4 دي بولاريزيشن وسلوب وبكيب قصدي الاس اي نود. خلاص يا بطل. طيب بعد المقدمة دي بقى كده عايزك نرجع تاني، يعني نفضي الصبورة كده من الايه من الزحمة، وعايزك بقى ايه ترجع لي تاني بذاكرتك لأول الحديث. مش أول الكلام قلت لك ان الاريزميا قد تنشأ من ابنورماليتي في الامبلس فورميشن عندي اكتوبك فوكس. اكتوبك فوكس بتطلع امبلس زيها زي الاس انتو اللي راسي براسك. وايه اللي عمل كده؟ قلت لك العين بيدخن ولا بيشرب سجاير ولا مش عارف ولا بيشرب قهوه ولا كده. قلت لك ان ادا اكتوبك فوكس هي او اكتوبك فوكس هي شغاله ان ذا سيم تايم مع الاس اي نود. طيب جميل، تعالى يا بطل انا هفرض ان دي هنرسم بالاحمر كده، ده الاس اي نود. الاس اي نود لما بعتت امبلس جميع الكاردياك مايوسايت استجابت بهذا الشكل، مش ده اللي احنا شرحناه دلوقتي وعملت المنظر ده وحصل كونتراكشن وشرحنا. طيب افرض ان انا عندي اكتوبك فوكس هنا وهنا 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 ماليه الدنيا، فعماله تعمل بروباجيشن اوف امبلسز ان ذا سيم تايم مع الاس اي نود. ادي الاكتوبك فوكس نرسمها بالازرق اهي اهي، كل دي اكتوبك فوساي الازرق دي الابنورمال. ماشي يا بطل؟ كل ده هنفرض ان العند عنده 20 اكتوبك فوكس، بتعمل ديستشارج بتايمنج برضو معين اهو زي الاس اي نود. يعني الكلام ده ترجمه هنا اهو، ده الاهي اهي الازرق ده الاكتوبك فوساي زي ما اتفقنا. طيب تسمح تقول لي لو انت واد معلم معلم، مين من الاكتوبك فوساي هيبقى تعبك وهيبان على العيان وهيلخبط لك ضربات القلب؟ لو انت واد معلم هتجاوب. اولا الاكتوبك فوكس دي اللي بتبعت كده انا عمري ما هحس بيها، ولا دي عمري هحس بيها، مش هحس بدول، ولا دي عمري هحس بيها. عارف ليه؟ لان دول بيبعتوا امبلسز توصل الكاردياك مايوسايت اثناء ما هم في حاجه بيسموها ابسوليوت ريفراكتوري بيريود، ساعات يسموها افكتيف ريفراكتوري بيريود. كويس؟ طول ما الكاردياك مايوسايت في فيز 0 او 1 او 2 او 3 ممنوع تستجيب لاي امبلس اخر، لاي اكتوبك فوكس هي مش هتسمعه اصلا ولا هتستجيب له، ولا العيان عمره هيحس بدول. انما عارف ايه المشكله هتيجي منين؟ هتيجي من الاكتوبك فوساي بقى اللي بتبعت لي امبلسز فين؟ فين؟ في فيز 4. طب ليه؟ لان اثناء فيز 4 الكاردياك مايوسايت خلاص هي استجابت لاول امبلس، وبعدين اللي حصل ايونيك ديستربنس، وبعدين كل حاجه رجعت لطبيعتها بالصوديوم بوتاسيوم بام، وهي دلوقتي في انتظار امبلس اخرى. ده هي دلوقتي منتظره امبلس كان المفروض تجي لها من الاس اي نود. كون بقى اكتوبك فوكس تقوم ايه تصادف التايمنج بتاعها اثناء فيز 4 تقوم عامله انذر اكشن بوتنشال، تقوم مطلعه، تقوم خلايا القلب تستجيب للامبلس دي وتقوم عامله انذر اكشن بوتنشال، وتلاقي يا بطل تيجي تعد النبض تلاقي ضربتين لازقين في بعض، اللي زمان قالوا لك عليها اللي انا قلت لك عليها اسمها بايجيميني. بايجيميني يعني ضربتين لزقوا في بعض. ايه لزقوا في بعض ليه؟ ليه مش ضربتين مفرودين كده؟ لان في اكتوبك فوكس بعتت بيسموها بريماتيور اكسايتيشن، يعني بعتت امبلس قبل ما الميوكارديوم يرتاح، قبل ما ياخد وقت الدايستول بتاعه، فطلعت لي ضربه في غير اوانها. اتفقنا؟ يبقى انت كل قلقك كله من الاكتوبك فوساي اللي بتبعت لك اثناء فيز كام؟ ركز كده، في فيز 4. حلو؟ طيب هل دول انت حاسس بيهم؟ الاجابه لا، انت مش حاسس بيهم لانهم بيجوا في الابسوليوت ريفراكتوري بيريود بتاعت الضربه الثانيه. يبقى انت كل اللي انت حاسس بيه من ال 20 فوكس اللي على السبوره الازرق ده انت مش حاسس بدي ولا بدي ولا بدي، انما دي ولا حتى بدي، انت حاسس بده اهي، دول اللي بيبعتوا لك في اثناء فيز 4، ودول انت مش حاسس بيهم لانهم بيبعتوا في الابسوليوت ريفراكتوري بيريود. اتفقنا يا بطل؟ فتيجي تكشف على العيان بتاعك احيانا تلاقي ضربتين لازقين في بعض بسبب اللي انا قلت لك عليه ده. طيب تعرف تقول لي الحل ايه من وجهه نظرك؟ هل نقدر نحل المشكل ده؟ اقدر احله، اقدر احله حل ما هوش دواء اصلا،
لو انا عندي فاسيلتيز وعندي امكانيات في المستشفى بتاعتي ان انا ادخل بقسطره ليزر واحرق الاكتوبيك فوساي لو انا عارف مكانها، يعني ادخل مثلا من الانفيريور فينا كيفا واوصل، لو انا عملت حاجه اسمها كاردياك مابنج وعرفت مين هي الاكتوبيك فوكس اللي بتبعت لي في فيزا 4 واحرقها بالليزر، يبقى هايل، يبقى رائع. دي بيسموها ليزر ابليشن. ابليشن يعني حرق بالليزر اذا قدرت نخلص منها وخلاص. انما انا هكلمك بقى الوقت على الادويه، يعني لو انا ما عنديش ليزر وما عنديش الطريقه دي وما عنديش الفاسيلتيز دي، هل ممكن بطريقه عبقريه ان انت يعني تحل لي المشكل ده؟ اه، احل لك المشكل ده بحاجه بسيطه جدا. اديني اي دواء براحتك يطول الاكشن بوتنشال ديوريشن، مش المسافه من هنا الى هنا اسمها اكشن بوتنشال ديوريشن، اللي هي المسافه دي اللي بتبقى تقريبا 200 ملي سكند حاجه زي كده يعني. طيب اديني دواء، يا ريت بس القلم الاخضر ده يكون باين، يعني ادلنا دواء يطول اكشن بوتنشال ديوريشن. اهو هنرسمه بالاخضر كده، خلي الاكشن بوتنشال ديوريشن عامل كده، ركز كده، الله يخليك، اركز على الخط الاخضر. انا اديت دواء عمل الاكشن بوتنشال الشكل ده، ايه بقى رايك كده يا بطل دلوقتي؟ يبقى اذا الامبلس دي مش هحس بيها، ولا دي ولا دي، لانهم بيقولوا لي في الابسوليوت ريفراكتوري بيريد، واللي كنت بحس بيهم لانهم كانوا بيجوا لي في فيز 4، اما انا طولت الاكشن بوتنشال ديوريشن يا بطل اصبحوا بيجوا لي دلوقتي في الابسوليوت ريفراكتوري بيريود، اهو ما عدتش هحس بيهم. خلاص دول خلاص هتعالج انا من دول. انما لو انت واد معلم هتقول لي بس في مشكله دلوقتي. ايه المشكله؟ انا عارف انك لقطتها بقى دلوقتي. كان في هنا اكتوبك فوصاي كنتش حاسس بيها اصلا لانها كانت بتجيلي في الابسوليوت ريفراكتوري بيريود بتاعه الضربه الثانيه، اما انا دلوقتي طولت الاكشن بوتنشال ديوريشن ففيز 4، فيز 4 ده اهي اترحلت كده، ففيز 4 جت في مرمى النيران بتاعه مجموعه اخرى من اكتوبك فوصاي في الاول انا ما كنتش حاسس بيها، انما لما طولت الاكشن بوتنشال ديوريشن هبتدي احس بدول. يعني انت عالجتني من دول، ضيعت الفرصه على دول لانهم اصبحوا بيجوا لي في الابسوليوت ريفراكتوري بيريود، انما لما طولت الاكشن بوتنشال ادي فيز 4 اهي لما اترمت ناحيه اليمين كده اصبحت في مرمى النيران بتاعه مجموعه اخرى من الاكتوبك فوساي، وممكن بقى انت تعالجني من دول وتدخلني في حاجه تانية. الحركه دي لو حصلت انك انت تقوم معالجني من ايه، من اكتوبك فوساي، تضيع لي على الفرصه وتدخلني في موضوع تاني وفي لخبطه من نوع اخر، اذا المنظر ده حصل نسمي الاريزميا دي اللي هتحصل دي تورساد دي بوينتي، ينطقوها كده الانجليز تورساد دي بوينتي، الفرنساويين ينطقوها تورساد دي بوا، براحتك كده بتتنطق وكده بتتنطق. تورساد دي بوينتي معناها ايه؟ بيسموها كده يقول لك بوليمورفيك فينتريكولار تاكيكارديا، والعيان ده ممكن يموت فيها، لان انت لما رحلت فيز 4 بالطريقه دي وطولت الاكشن بوتنشال ديوريشن قد يكون هنا عندك 20 اكتوبك فوكس نورمالي كان ربنا حاميك منهم، لانهم كانوا بيجوا في الايه، كانوا بيجوا في الابسوليوت ريفراكتوري بيريود بتاعه الضربه الثانيه، انما لما انت تطول الاكشن بوتنشال ديوريشن هتحس بيه ممكن بقى يكونوا 20 اكتوبك فوكس، يعني كان تعبك واحده فبس كان ربنا مداري عنك 20 ما كنتش حاسس بيهم، لما انت بقى يا بطل بعت لي فيز 4 رحت ناحيتهم فبدات تستقبلهم. العيان ده بقى لو حصلت الحكايه دي تلاقي جاله سينكوب، يقع يغمى عليه وممكن يموت في الحكايه دي. بص بقى يا بطل، اللي انا رسمته لك على السبوره ده اللي هو اللي احنا سميناه الاكشن بوتنشال ده، ده كما لو كنت انت بتسجل، ما تنساش الكلام، كما لو كنت بتسجل الالكتريكال اكتيفيتي بتاعت المايوكارديوم باتنين الكترود من على المايوكارديوم، يعني تدخل بابرتين جوه المايوكارديوم وتشوف اللي بيحصل. انما هو كلينيكال احنا بنعملش كده، الرسمه دي ما بنشوفهاش في الكلينيكال براكتس، وانت واقف قدام العيان بتعمله حاجه اسمها رسم قلب، رسم قلب اللي هو الايه، اللي هو الاي سي جي. الاي سي جي بقى يبان الرسمه دي، يبان الكلام ده ازاي في الاي سي جي؟ النورمال اكشن بوتنشال يبان في الايه، في الاي سي جي بهذا الشكل، اللي هو الابستروك ده بتاع فيز زيرو بتاع الصوديوم دي اللي هو الديبولاريزيشن ده يبان في صوره ار ويف، الار ويف اللي انت عارفها دي كويس، وبعدين المرحله دي بقى اللي هي الريبولاريزيشن ده يبان في صوره ايه، اللي هي من اول الار لحد التي اللي احنا بنسميها كيو تي انترفال، اللي هي المنطقه دي كويس. يبقى انت لما تقول لي ان انا عندي دواء، لما تيجي تترجم كلامك وتقول لي انا عندي دواء بيطول اكشن بوتنشال ديوريشن، انت كده بتتكلم على مستوى السيلولار ليفل، على مستوى الاحداث اللي هتحصل على الايه، الكاردياك مايوسايت،
انما ده ينعكس في رسم القلب على ايه، في صوره ايه، في صوره كده اهو، ادي الار ويف اهي. اما بتطول اكشن بوتنشال ديوريشن يبقى انت بتطول المسافه دي اللي هي ما بين الكيو والتي. يقوم نقول ان الادويه اللي بتطول الاكشن بوتنشال ديوريشن دي بتطول الكيو تي انترفال. يبقى هذه المصطلحات اللي اقولها لك دي مرادفه لبعضها، انك تقول ان في دواء طول اكشن بوتنشال ديوريشن هي نفسها لما تقول طول الافكتيف ريفراكتوري بيريود، هي نفسها كلينيكالي لما تقول يبقى الدواء ده بيطول الكيو تي انترفال في رسم القلب، كلها بمعنى واحد. وطالما قلت ان في دواء طول اكشن بوتنشال ديوريشن يبقى على طول حط في ذهنك المعلومه اللي انا قلتها لك دي، انه قاصد ان كان قاصد الدواء يضيع الفرصه على اكتوبك فوكس كانت قرفاني، انما هيدخل فيز 4 في مرمى النيران بتاع مجموعه اخرى من الاكتوبك فوسي انا ما كنتش حاسس بيها نورمالي لانها ما كانتش بتجري في فيز 4. الوقت بقى فيز 4 هي اللي راحت لها، كان انا اللي برجلي انا اللي رحت لهم، وبالتالي ممكن يحصل لي كلمه بوليمورفيك فينتري. هم ليه سموها بوليمورفيك فينتريكولار تاكي كارديا اللي هي الترسات دي بوينتي؟ لان ممكن يكونوا 20 اكتوبك فوكس ان ذا سيم تايم هنا وهنا وهنا وهنا، فتلاقي العيان يجي له 500 اكتوبك فوكس يقع، يجي له سينكوب ويقع ممكن يموت فيها، ممكن تبقى فيتال للحكايه دي. والدواء بقى اللي بيطول الكيو تي انترفال ده يبقى نقول عليه تورسادوجينيك. تورسادوجينيك يعني ممكن يدخلني في القصه دي. كاني عايز اقول لك انه ايه، انه معظم الادويه اللي بتطول الاكشن بوتنشال ديوريشن ما تبقاش امنه ابدا، لانها بتعالجني من حاجه ممكن، انا بقول ممكن تدخلني في حاجه. القصه دي مش لازم تحصل، يعني مش لازم يحصل لك تورسات دي بوينتي، بس هي هتحصل لك لو كان عندك الظروف اللي انا قلتها لك دي. اتفقنا؟ المصطلح ان في دواء يعالجك من الاريزميا ويدخلك في نوع اخر اسمه برو اريزميا. برو اريزميا، كلمه برو اريزميك افكت يعني دواء عالجني من حاجه وهو نفسه دخلني في another type of arrhythmia. اتفقنا يا بطل؟ طيب يبقى برضه ما تنساش اما يقول لك ان في دواء بيطول الكيو تي انترفال في الاي سي جي معناها عمل المنظر ده، معناها دخلني في القصه بتاعت التورسات دي بوينت دي. ارجع اسالك سؤال تاني، هل ممكن تحل لي انت مشكله امسح الخط الاخضر ده اهو ونرجع لايه للرسمه بتاعتنا دي اهو كده، هل ممكن انت تحل لي مشكله الاكتوبك فوكس دي اللي كانت جايه لي في فيز 4 دي؟ هل في حل تاني غير انك تطول الاكشن بوتنشال ديوريشن؟ انا لما طولت اكشن بوتنشال ديوريشن خلاص ادي انت فهمت وعانينا من ايه. هل في حل اخر لانك تضيع الفرصه على دول؟ هم دول اللي بيقولوا في فيز 4 اهم، هم دول اللي عاملين لي مشكله اللي كان ايفوك انذر اكشن بوتنشال. ايوه ممكن. عارف ممكن ازاي؟ نرسمها المره دي بالاحمر. ايه رايك لو عملنا العكس، ادينا دواء ياثر الاكشن بوتنشال ديوريشن؟ يأثر ازاي؟ قالوا اهو اتفضل ادي اهو يا سيدي الاحمر ده ادي اهو اهو، ونمشي كده وبعدين نطلع كده اهو، احنا كده اثرنا الاكشن بوتنشال ديوريشن اللي هو الخط الاحمر ده. طيب كده لما اثر الاكشن بوتنشال ديوريشن شوف فيز 4 جبتها الناحيه دي شويه، وده انذر اكشن بوتنشال اهو اهو، ده الضربه الجديده لان احنا اثرنا المسافات. يبقى الايه الضربات او الاكتوبك فوساي اللي كانت عامله لي مشاكل دي بدات تجي لي في الابسوليوت ريفراكتوري بيريود بتاعه الضربه اللي جايه، يبقى انا مش هعاني ولا هشتكي منها. ادي طريقه تانية انك تاثر الاكشن بوتنشال ديوريشن. كاني عايز اشاور لك على ان اكتر مرحله المايوكارديوم بيستجيب فيها للملاعين دول، الملاعين اللي هم الاكتوبك فوساي، هي فيز 4. وطالما المايوكارديوم بدا يستجيب لاكتوبك فوكس في فيز 4، انا عايز اما ان انا احرق الاكتوبك فوكس بالليزر او اغير مكان فيز 4، يا اما اخرها شويه فضيع الفرصه عليهم، او اقدمها شويه فبرضو اضيع الفرصه عليهم. بس لما اتاخر الايه زي ما قلت لك، لما اتاخر الفيز 4 يعني تطول اكشن بوتنشال ديوريشن او يعني بتقول افكتيف ريفراكتوري بيريد او كيو تي انترفال، انت ممكن تدخلني في كلمه تورسات دي بوينت دي ما تنساهاش ابدا. اتفقنا كده يا بطل؟ طيب الكلام ده اللي انا بشرحه لك ده كما لو كان سبب الاريزميا، ارجع بقى لاول كلمه قلتها لك، كما لو كان سبب الاريزميا ابنورماليتي فين في الامبلس فورميشن، يعني عندك اس اي نود وعندك اكتوبك فوصاي عامل لك ازمه، فانت حاولت تحل، حاولت تتحايل على المساله بالشكل اللي قلت لك عليها دي. انما قد يكون بقى سبب الاريزميا حاجه تانية، قد يكون زي ما قلت لك في الاول، قد يكون سبب الاريزميا ابنورماليتي في الكوندكشن، فيبقى انت عايز دواء بقى ما يشتغلش بالميكانيزمات دي بقى خالص. انسى كلمه ايه، انسى كلمه افكتيف ريفراكتوري بيريد والكلام ده. لو عندك مشكله في الكوندكشن انت عايز دواء يتعامل مع الكوندكشن. طيب
وقلت لك في الاول الكلام ان معظم الاريزميا بتبقى ايه، بتبقى المشكله معقده، بتبقى عندي اكتوبيك فوساي بالشكل ده واسوشيتد معاها كمان ابنورم سامثينج رونج في الكوندكشن اما على مستوى الاتريوم او الفنتريكل. وبالتالي لما نيجي نقسم الايه الانتي اريزميك دراجز هنقع في مشكله. فجي واحد في السبعينات في 1970 كان دكتور في جامعه اوكسفورد في في في, في, في بريطانيا. الراجل ده كان اسمه فون ويليام. فون ويليام في سنة 1970 اقترح تقسيمة للأنتي أريزميك دراجز، تقسيمة اللي هنقولها اللي هي كل الكتب ماشية عليها، لكن في الحقيقة التقسيمة دي تقسيمة قاصرة ما بتوصفش الموضوع، لأنه زي ما قلت لك انت عشان تقسم الأنتي أريزميك دراجز يجب انك انت ايه تدخل في معاك في الموضوع كلمة الكوندكشن دي. انما هو جون فون ويليام قسم الانتي اريزميك دراجز على الرسم كما لو كانت سبب الاريزميا ابنورماليتي ان امبلس فورميشن، كما لو كانت في اكتوبيك فوكس وانا هدي دواء يجنبني الاكتوبيك فوكس دي. فقسم الادويه لاربع اقسام الاتيه. بص كده يا بطل هقول لك الاربع اقسام اللي قالهم واشرحهم لك، اقول لك هو كان قصده ايه الراجل اللي اسمه فون ويليام ده. قال اول كلاس للانتي اريزميك دراجز هنسميه كلاس 1، كلاس 1 اللي هنسميه صوديوم channel blockers. كويس. اتنين هيك كلاس اتنين انا هعدهم معاك كده وبعدين ايه يعني نفسرهم. كلاس اتنين هنسميها بيتا بلوكر. طيب كلاس تلاتة هنسميها بوتاسيوم channel blocker. مين اللي قال الكلام ده يا بطل؟ فون ويليام في 1970. نمرة اربعة هيبقى كلاس اربعة اللي هي الكالسيوم channel blockers. نمرة خمسة الادويه الاذرز اللي بتشتغل بقى بميكانيزمات معقده وملخبطه ومش عارفينها. طيب واحده واحده تعال على كلاس واحد دي، انت كان قصدك ايه كلمه صوديوم تشانل بلوكرز قصدك ايه يعني؟ تعال نرسم الايه الاكشن بوتنشال تاني اهو اهو، ادي الاكشن بوتنشال اهو تاني كده اهو، وادي الفيز 4 وادي الضربه الثانيه اللي تيجي، وانا هفترض معاك اهو ادي الاس اي نود زي ما اتفقنا، وادي هنا اكتوبك فوكس او اتنين او تلاتة كانت عامله لي مشكله كانت بتجيلي في فيز 4 وتعمل لي انذر اكشن بوتنشال. جه فون ويليام قال لو احنا عندنا دواء الصوديوم كان بيدخل في اثناء فيز 0 دي يعمل الابستروك ده، لو عندي دواء يبطئ دخول الصوديوم، اما بتقول بلوكر مش معناها يقفل 100%، معناها لو هم 100 شانل مثلا 100 بتقفل منهم 50 فيبقى المتاح نص العدد، فيبقى بدل ما الصوديوم بيدخل بسرعه كده يقوم لما انت تقفل كميه من التشانلز يقوم الصوديوم ياخد وقت ايه اطول، يقوم الاكشن بوتنشال يطول بالشكل ده. يطول ليه؟ لانك انت جيت على فيز واحد اخرتها، يعني بطأت فيز واحد، يعني بتيجي بدل ما بتخلي الصوديوم بياخد يدخل في الخلايا بتاعه الميوكارديوم في لازما انت بتخليه ايه بتبطئ دخوله، فيبقى الايه الديوريشن كلها على بعضها بتطول، فانت بتضيع الفرصه على دول لانهم هيبتدوا ايه يقابلوا الميوكارديوم في الابسوليوت ريفراكتوري بيريود. ادي اول ايه قال ان الادويه اللي هتعمل الحركه دي هنسميها كلاس 1 اي اللي هي الادويه اللي بتطول الاكشن بوتنشال ديوريشن انها بتبطئ دخول الصوديوم. اثنين قال بقى كمان كلاس 1 دي هنرجع نقسمها كمان تقسيمه ثانيه سب كلاس، في حاجه اسمها كلاس 1 بي. ايه بقى ايه وبي يا سيدي؟ خلاص ايه عرفناها اللي هي بتطول الاكشن بوتنشال ديوريشن، امال بي؟ قال اللي بتاثر الاكشن بوتنشال ديوريشن. طب هتاثر اكشن بوتنشال ازاي اذا كنت انت بتقول لي هقفل صوديوم تشانل؟ قال اه هتقفل صوديوم تشانل فهتبطئ فيز ايه زيرو، هتبطئ لكن هتسرع فيز واحد واثنين وثلاثه، هيبتدوا يبقوا اسرع من اللازم، فيبقى انت بتبطئ واحده وبتسرع ثلاثه، يبقى الاوفر اول لما تجمع يبقى عامله كده، يبقى انت بتبطئ الاكشن بتاثر الاكشن بوتنشال ديوريشن عشان ايه فيز 4 تيجي بدري شويه والضربه الثانيه تيجي بعدها، فكان برضو الامبلس دي يضيع عليها الفرصه، يبقى انت بتاثر المسافات عشان تضيع الفرصه على دول، يبقى دي اسمها كلاس 1 بي. طب كلاس 1 سي؟ قالوا دي ادويه بقى هتشتغل بميكانيزم ايه بميكانيزمات معقده، هتشتغل على صوديوم تشانل وبوتاسيوم تشانل وكالسيوم تشانل، وهتشتغل على حاجات كتير في الكوندكشن، فيبقى لها مور ذان وان ميكانيزم. في النهايه هي ما بتعملش حاجه في الاكشن بوتنشال ديوريشن، انما هيبقى معظم شغلها، انا بكلمك على كلاس 1 سي دي، بما انها ما بتاثرش في الاكشن بوتنشال ديوريشن هيبقى معظم شغلها على الكوندكشن، يبقى دي كلاس 1 سي غالبا هتعالج المشكله
لو كان سببها الرئيسي ابنورماليتي فين؟ في الكوندكشن وليس في الايه، ولا مش في الطريقه دي، لانها ما بتغيرش اكشن بوتنشال ديوريشن. ما انا قلت لك لو كانت المشكله اكتوبك فوكس يبقى انت قضيتك ان فيزر 4 يا تجيبها لي يا يمين يا شمال، رحلها لي كده يا كده عشان تضيع الفرصه على الاكتوبك فوكس دي. انما بما ان هو بيقول لك ان كلاس 1 سي ما بتاثرش على الاكشن بوتنشال ديوريشن، يبقى هو قصده انها بتشتغل على الكوندكشن مش على الايه، مش على مش بالطريقه دي. طب يا ريس الفيز الكلاس 2 اللي هي البيتا بلوكر، طب هو بيتا بلوكر هتشتغل ازاي؟ اقول لك ببساطه شديده جدا. قال لك الله، هو افرض واحد اللخبطه اللي عنده كانت لخبطه نتيجه الاسترس، وراه امتحان وقلبه ملخبط عشان القلق اللي هو فيه، طب مش القلق ده نتيجه سمباثيتك اوفر اكتيفيتي؟ مش لما البرين بيطلع سمباثيتك ديستشارج قلب بيلخبط والاس انود بتتلهوج؟ طيب ما هي البيتا بلوكر بتقلل السمباثيتك ديستشارج كانها بتعالج الاريزميا بعيد عن الهارت. ويا ريت بقى كمان يكون البيتا بلوكر دي كمان يكون مضاف اليها ميكانيزم اضافي اللي هو ميمبرين ستابلايزنج اكشن. يعني ايه ميمبرين ستابلايزنج؟ يعني بيمنع دخول الصوديوم او بيبطئ دخول الصوديوم في الاس اي نود. فاكر الاس اي نود اللي انا رسمتها لك عامله كده؟ ها فاكر لما قلت لك ان فيز 4 في الاس اي نود عامله كده سلوب بالشكل ده؟ لما تبطئ دخول الصوديوم في الاس اي نود في فيز 4 يبقى ده نسميها ميمبرين ستابلايزنج اكشن، كانك عايز تقول ان بدل ما الاس انو تبقى متلهوجه كده لا تاخد وقتها وتعمل ضربات بعيده عن بعضها كده فيحصل برادي كارديا. قالوا ان بعض البيتا بلوكر بتشتغل بالميكانيزم الاضافي ده، كونها بتقلل سمباثيتك ديستشارج من فوق وكمان بتيجي على الاس اي نود تعمل الحكايه دي، انها تقلل السلوب اوف فيز 4 دي بولاريزيشن، الحركه اللي احنا سميناها ميمبرين ستابلايزنج اكشن. طيب وكلاس 3 يا بطل، كلاس 3 اللي هي بيسموها بوتاسيوم تشانل بلوكر. قال استنى، بوتاسيوم تشانل بلوكر، استنى يا سيدي، هو مش ده مش ده الاكشن بوتنشال اهو كده؟ طب وكان البوتاسيوم دي كانت اسمها فيز 3، دي كانت فيها فيز 0 1 2 3 ودي كانت فيز 4. طيب مش كان فيز 3 دي البوتاسيوم بخرج بقالوا الكاردياك موسيقى بتفتح كل البوابات مره واحده علشان تحل المشكله فجاه؟ طيب لو انت اديت دواء بدل ما هم كانوا 100 شانل قفل منها 50 وساب 50، يبقى البوتاسيوم هيخرج ببطء، يبقى كان فيز 3 دي هتبقى عامله كده، هتاخد وقت على ما ايه، وقت على ما وبالتالي انت كده طولت برضو الاكشن بوتنشال ديوريشن، كان قصدك تضيع الفرصه على الايه، على اللي كانت بتجيلك في فيز 4 وتعمل لك مشكله. طيب ومال اللي هو الكلاس 4، كلاس 4 اللي هي الكالسيوم تشانل بلوكر، كالسيوم تشانل بلوكر. طب واحده نحلل كالسيوم تشانل بلوكر، هو الكالسيوم كان مكانه فين في الاكشن بوتنشال؟ مش كان الكالسيوم مكانه اللي هو فيز 2 هنا اللي هو الكتف ده اللي احنا سميناه بلاتو، اللي هو عطلني دخول الكالسيوم في الكاردياك مايوسايت اثناء فيز 2، هو ده اللي عمل الايه الحركه دي. طب لما انت تبطئ دخول الكالسيوم البلاتو ده يطول شويه، يبقى الكتف ده يطول، يبقى عامل كده بدل ما هو كان نازل كده على طول ما بياخدش وقت، لا طولها اكتر من كده، يبقى انت برضو بتطول الاكشن بوتنشال ديوريشن بكلاس 4. كلاس 5 بقى الادويه الكومبلكس اللي لها مور ذان وان ميكانيزم، اللي فون ويليام قال يا جماعه ان في ادويه بقى بتشتغل باكتر من طريقه. بص بقى التقسيمه اللي قالها فون ويليام دي تقسيمه مش دقيقه. ليه مش دقيقه؟ لانه كده بيفترض ان كل دواء اللي انا قلتهم لك دول بيشتغل بميكانيزم واحد، اما على الصوديوم او الكالسيوم او البوتاسيوم، وتلاحظ ان كلهم كلمه بلوكر، كلهم يا صوديوم تشانل بلوكر، كالسيوم تشانل بلوكر، بوتاسيوم تشانل، وهكذا. فالحقيقه مش كده، الحقيقه ان كل دواء اللي انا قلتهم لك دول او كل كلاس بيبقى له ميكانيزم اضافي وميكانيزمات تانية كتير، علشان كده بقول لك ان تقسيمه الادويه الانتي اريزميك دراجز من اصعب ما يكون، واعتى الكتب الكبيره جدا التكست بوكس الكبيره ما بتعرفش تقسم الانتي اريزميك دراجز، لا بترجع للتقسيمه البدائيه بتاعه الراجل اللي اسمه فون ويليام ده وتقول لك هو الموضوع كده وخلاص، ولما يبقى ايه اما نبقى نشرح بقى الاريزميا نبقى نقول لك التفاصيل. فانا دلوقتي في الفيديو ده اديتك فكره كده عن الايه باك جراوند، ازاي الاريزميا بتحصل وازاي الادويه ممكن تتقسم وممكن بتكون بتشتغل ازاي. اتفقنا؟ الفيديو اللي جاي بقى ان شاء الله نبتدي ان ايه ناخد دواء بدواء نتكلم عنه بالتفصيل وبيعمل ايه بالظبط في انواع محدده من الاريزميا.